اهلا وسهلا يا اجمد فيبريه في مصر، معاكم مادنس. صباح الفل عليكم. الساعه 11 وثلث من مطار القاهره، متجه بيكم على الصين عشان نحضر المعرض اللي هناك بتاع الالكترونيكس جيمز. وهنتجه اول حاجه على دبي، هنقعد ساعتين في دبي ترانزيت، وبعد كده نطلع من دبي على الصين. اشوفكم هناك في دبي. تابعوا الانستجرام عشان هينزل عليه فيديوهات قصيره لحياتي اليوميه هناك، من اشكال الاكل ومن اشكال الفاكهه من اشكال المشروبات والمأكولات اللي هناك. فتابعوا معايا الانستجرام، هينزل عليه شورت فيديوز وهينزل عليه صور كتير. وصلنا دبي، هننزل ترانزيت ساعتين وبعد كده نطلع تاني عشان نتجه على هونج كونج. طلعنا الطيارة التانية ونتجه على هونج كونج. ملحقناش، الطيارة اتأخرت ساعة في مصر، فعشان كده لما وصلنا دبي ما كانش في وقت خالص في الترانزيت، يا دوب جرينا من على الطياره دي على الطياره دي وطلعنا ركبنا الطياره زي ما انتم شايفين. Subject to air traffic control, of course, at this stage showing a landing time of 5:54 in the morning. وصلنا هونج كونج، وادي البحر. هنركب الفيري اللي هو مركب بيودينا لحد تشينزن. التصوير ده كده من جوه المركب اللي هتاخدنا على تشينزن. كانت جبال شكلها جميل جدا، وهنعدي من جنبها جبال خضراء وصفراء وذهبي وحاجات كده الوان غريبه. اكسبيرينس هتبقى جميله جدا. تابعوا معايا الانستجرام عشان اصور لكم المركب لما تتحرك. ده شكل المركب من جوه. اتحركنا دلوقتي اهو، خلاص المركب ماشي بسرعه. صوت المركب عالي جدا، وصوت المواتير عالية جدا، عشان انا واقف جنب المواتير وجنب الحاجات اللي شايفينها عمالة، التوربينات اللي شغالة دي، فانا مش سامعهم كويس ولا انتوا اكيد سامعينهم كويس. الطيارة بتاعتنا ده الفيرست كلاس اللي في المركب اللي هي بتودينا من هونج كونج لتشينزن، اللي بيسموها الفيري بوت. ده هنا القسم بتاع الفيرست كلاس، انتوا شفتوا القسم بتاع الايكونومي اللي كان جوه تحت. جمعت لكم جبل فقلت اجي ابص لكم عليه بسرعه. اهو 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 تشينزن، ونزلنا من المركب. وده شكل المحطة بتاعت المركب في تشينزن، ودي المركب اللي كنا راكبينها. أخيرا خرجنا من المطار.
وصلنا الفندق اخيرا، وانا دلوقتي صاحي بقالي 48 ساعه ما نمتش، ما عرفتش انام في الطياره. كنت مطبق قبل ما اركب الطياره بيوم على اساس اني اطلع اركب الطياره انام، ما قدرتش. وصلنا الفندق اهو، بنعمل تشيك ان دلوقتي وهنطلع على الاوضه.